chest intervention. احنا الهدف طبعا من المحاضره ان احنا نبقى عارفين ايه اللي ممكن احنا نعمله للجماعه بتوع الامراض الصدريه، ولكن طبعا زي ما انتم عارفين اي حاجه فيها سكيلز لازم التدريب. فافرض ان في حد منكم عاوز يتعلم البايوبسي، عاوز يتعلم الدرينج، اي حاجه زي كده، وبيقول لنا واحنا بنظبط المكان وهيدربه والحاجات دي كلها، بحيث ان لو اي حد نفسه يشتغل شغلانه مش سر القنبله الذريه ولا حاجه، كلها حاجات تافهه جدا ولكن محتاجه شويه احتياط بسيط، وفي نفس الوقت تكون عارف كويس قوي امتى تقف. يعني النهارده الصبح اتعرض عليا حاله علشان ناخد منها بايوبسي، والحاله فيها ليمف نودز في البورت هيباتس. وانا انصحك حتى لو كانت الليمف نود قد ايه ما تاخدش الحته دي، ما تاخدهاش خالص، لان انت عندك هنا هو البورتال فين والهيباتيك ارتر وانت مش شايفهم اصلا، والابره لما تقطع واحد من الاثنين دولت ما تعرفش تسكت البليدنج. يعني ده النكست ستيب على طول، ايرجنت سيرجري، مش مثلا نكلم الدكتور ان مش عارف ايه اصل المرور ايرجنت سيرجري. يعني انت جنب المستشفى والدكتور الجراح موجود اللي بيفهم في الشغلانه دي. لما يكون بقى الليمف نود العظيمه اللي فيهم 18 مللي، ده الحاله بتاعت النهارده الصبح، طبعا لازم ترفض. فهي الموضوع مش بالفتاكه، الموضوع بانك انت بقى عارف كويس قوي ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. يعني من النهارده عرفت ان الامبايما اللي فات عليها اكتر من 6 اسابيع ما تنفعش، مش حتتك خالص. ولو دخلت فيها وطلعت نقطتين ثلاثه صدير، العيان مش هيسيبك. يعني يروح للجراح، احنا ساعات بنقع في الكلام ده، يقول له روح له، هو شفط لك نصها ولا ربعها وساب الباقي. وانت لو قتلت نفسك جنب العيان مش هتعرف تشفطه خلاص على كده. فانت من الاول تقول لا، ديت مش شغلانتي، دي شغلانه بتاع المناظير بس، هي دي القضيه. طيب دي احنا عاوزين نعرف ايه في الموضوع دوت. اهم حاجه تقريبا بتتعمل هو البايوبسي، لكن مفيش مانع ان احنا نشفط الامبايما. يعني بعض الناس عندهم بلورال امبايما وحالتهم الجنرال كونديشن سيئه جدا على ان هو يعمل سيرجري او يركب انتركوستال تيوب، بس انت عندك وقت معين تقدر تحط فيه التيوب علشان تشفط الامبايما. لو الوقت ده عدى مالكش دعوه بالقضيه. كمان في بعض الاحيان، في بعض الاحيان وانا بقول لك اللنج ابسس، ممكن احنا من التريتمنت العاديه بتاعت اللنج ابسس هي الانتي بايوتكس، مفيش جراحه فيه. لكن في بعض الاحيان ممكن العيان عنده جين كونديشن سيئه وبتاع، والصديد عامل عليه بردن والابسس لازق في الشيست وول، دي نقطه مهمه جدا، والا تيجي تعمل الابسس تروح جايب له امبايما كمان، الاثنين مع بعض، يعني تفتح البلورا على الخراج وتداول الدنيا. وبعدين الارتيريال امبوليزم، ودلوقتي بس مش احنا اللي بنعمل الكلام دوت، الجماعه بتوع الامراض الصدريه بيشيل الامبولس من البلمونري ارتري. يعني لو في بلمونري امبوليزم ماسيف او ستاف او ممكن بالانترفنشن تشيل الامبولس وتعمل امبولكتومي او تعمل اند ارتريكتومي او تعمل بالون دايلاتيشن، كل دوت مقبول ومعروف في الكلينيكال براكتس. ده هو دوت المفروض الفيلم بتاع النيد البايوبسي، بس عشان تبقى هو مع الاسف ما فيهوش كلام، في مزيكا وكده، بس انا هشرح لك انا الطريقه. انت عشان تعمل نيد البايوبسي من اللنج، بيجي لك حاله في افلام بتبص عليها، بتشوف
الليجن دوت شكله قد ايه، حجمه قد ايه، موجود في انهي حته، ورا قدام فوق تحت، وبناء على كده يعني مثلا في هنا اهوت زي ما انت شايف كده في لونج ماس موجوده ورا لازقه في البوستير تشست وول. معنى كده ان المريض دوت عشان تاخد منه البيوبسي هتنيمه على بطنه علشان لما دخل الابره دخلها من التشست وول. بنعمل عيان على بطنه وتاخد صوره بالسي تي فيبان فيها الليجن. تختار المكان اللي هو تعرف تدخل الابره من غير ما يكون في ريب واقف في سكتك. بعدين تقيس المسافه من الميد لاين لحد المكان اللي انت عاوز تدخل بيه بالابره تشوف دي كام سنتي خلاص. وتيجي على المريض الجهاز السي تي فيه نور اللي هو الاحمر اللي انت شايفه ده، ده السكشن اللي انت اخترته. تروح عامل خط عند السكشن اللي انت اخترته صح كده، وبعدين تخرج العيان، وبعدين تقيس بقى من الميد لاين لحد النقطه اللي انت عاوز تدخل فيها كام سنتي، مثلا 10 سنتي، تقيس 10 سنتي وتروح حاطط علامه هنا شايف زي ما هو بيعمل كده. طيب دي النقطة اللي ما كانش فيها ريب في الصورة. وبعدين استنت على الفيلم المسافة لحد جوه كام، ده طول الإبرة اللي انت محتاجها خلاص. يبقى انت هتيجي هتخش من الحتة اللي هو عمال يعلم عليها دي، تروح بقى معقم الدنيا في المنطقة ديت كده، وبعدين تعمل لوكال أنستيزيا زي كده. بعض الاماكن بتدي جنرال انستيزيا يعني، وبعض الناس بتدي لوكال، وبعض الناس بتدي الاثنين مع بعض لوكال وجنرال. دي الابره اللي احنا هناخد بيها البيوبسي بغض النظر عن شكلها. بعدين حطيتها، دي طريقه عفشه قوي انك انت تحط اكتر من ابره في المكان وبعدين تاخد صوره وتشوف مين فيهم اللي هي انسب واحده للدخول. بس احنا ما بنعملش كده، هي ابره واحده. بعد لما عملت القياس بتاع اللي عرفت النقطه اللي انت هتخش فيها بتروح حاطط ابره، بعدين تروح في السي تي تاخد صوره وتشوف الابره اهي زي دي كده. انت خدت الصورة، الصورة الإبرة يعني رايح على فكرة ده أحسن واحد، أحسن فيلم لقيته، كلها حاجات عفشة جدا بقى يعني كأنهم قاصدين إنك أنت ما تتعلمش، يعني كان نفسي يكون في فيلم زي اللي إحنا بنشتغل بيه بالظبط. المهم بعد لما تاخد صورة وتلاقي الإبرة جوه الليجن تدخل الإبرة بتاعت البيوبسي وتاخد البيوبسي وتخرج على كده. ما عليه. اوكي. يمكن انا اعصر على حاجه احسن من دي الابره. عيان تاني طبعا، وانت دخلت كده بالابره وده الليجن. احسن ليجن في الدنيا اللي هو ما فيش بينه وبين الشيست وول لانج، اللي هو لازق في الشيست وول على طول، علشان كل ما يكون في لانج كل لما تعمل نوموسورس. واحسن ليجن في الدنيا هو اللي تقدر تدخل عليه بربنديكولر، يعني تكون الابره عمود، اول ما تعمل زاويه تتوه على طول. يعني الليجنز اللي زي كده اللي انت محتاج فيها زوايا ما بتعرفش تظبط الزاويه لانك انت تشتغل ثلاثي الابعاد وانت مش شايف، وبالتالي كل لما يكون بربنديكولر بتبقى انت عندك بعدين بس هم اللي انت متحكم فيهم، اما يكون اوبليك انترنس بيبقى صعب. ده مثلا دوت ليجن موجود يعني هو قريب مثلا من اللاترال تشيست وول، بس انت لما تيجي تدخل في اللاترال ممكن تلاقي ريب مثلا قصادك، فمضطر انك تجي له من ورا، بس هتمشي مسافه كبيره في اللنج. طالما مشيت مسافه في اللنج يبقى في حاجتين، نوموثوركس وهيموريدج. والهيموريدج لما بيحصل العيان يروح البيت يكح دم فيعرف ان انت عملت له واكسه سود على طول. فاحنا دايما لما نيجي نعمل البايوبسي
بنقول للمريض خلي بالك اليومين اللي جايين كل ما تكح تنزل نقطتين دم، يقول لك انا طبيعي بكح دم، ده لوحده. لكن واحد بقى ما بيكحش دم خالص واول ما اروح البيت كح دم، يعرف ان انت عملت مشكله جامده جدا، فلازم نقول له اللي هيحصل الكلام ده. طبعا قبل البتاع لازم المريض يكون صايم 6 ساعات عشان هندي له بنج، لو ما كنتش هتدي يبقى ما يصومش. لكن الاهم من كده ان يكون عامل التحاليل، التحاليل اللي هي البروثرومبين كونسنتريشن او الاي ان ار او الاثنين مع بعض. البروثرومبين كونسنتريشن يكون اعلى من 70% والاي ان ار يكون اوطى من 1.3، دولت معناها ان الكواجيليشن بروفايل كويس وانك انت تقدر تشتغل وانت سليم. موضوع الكونسنت دوت في اوروبا والدول المتقدمه انك انت لازم تقعد مع المريض وتشرح له الهليله كلها من اولها لاخرها، وبعدين تقول له امضي على الكلام اللي انا قلته لك، وان العينه دي ممكن تموتك وانها ممكن تجيب لك نوموثوركس وممكن تجيب لك نزيف وممكن وممكن. اي حد طبيعي انت بتقول له، هو العيان اصلا جاي وهو مرعوب، ولاد الحلال بقى قالوا خلي بالك ده واحد خدها ومات على طول على الترابيزه، والتاني خدها وفطس من كتر اللي مش عارف ايه، وكمان الورم بيبقى نايم ساكت اول ما تلغزه بالابره ينتشر في جميع اجزاء الجسم. كل الكلام ده بيجي لك بيه العيان، سمع بقى من اللي حواليه والقهاوي والبتاع، فهو مش ناقص انك انت تقول له امضي لي بقى كمان على اقرار. فاحنا انت بنمضي العيان على اقرار لما يكون فعلا في هاي ريسك، يعني انا شايف الانفيزيمتس بولي قصادي وعارف ان انا هشكه كده بتطلع نوم، فاقول له في احتمال بس احنا مش متاكدين، وان دوت جايز يحتاج مستشفى، وان هنحتاج انتركوستال تيوب والكلام ده كله عشان يبقى هو بريبيرد للموضوع. المهم دوت الحاجات اللي احنا بنستخدمها. و امتى تحتاج انك انت يوجوالي وي دونت انجكت كونتراست، يعني لما يجي المريض يعمل بايوبسي بننيمه في الوضع اللي احنا هناخد فيه العينه وبعدين نشوف الصور ونعمل مقاسات وكده. لكن امتى تحتاج؟ لما يكون الليجن في الميدياستاينم، مهم جدا عشان لازم تشوف الاورطه فين والبلمونري فين بدل ما تاخد بايوبسي من واحد من الاثنين دول، او انك انت يكون الليجن شكله اي في ام. انا قلت لك ديت جريمه كبرى، تاخد بايوبسي الاي في ام هيموت العيان على طول، او ان يكون الليجن هايبر فاسكولار، مثلا هيمنجيوما، مثلا هايبر فاسكولار ميتاستاسيز، الحاجات اللي زي كده. طيب دوت هيحصل للعيان نزيف لو كان الاي ان ار اكتر من 1.3، المفروض يكون اقل، ولو كان البروس رومبن كونسنتريشن اقل من 70% المفروض يكون اكتر من كده علشان تعمل البايوبسي وانت عارف انه مش هينزف. وخلي بالك في ناس كتيره بتموت من النزيف لما تعمل البايوبسي على كواجيليشن وحش، يعني الناس بتوع الليفر بالذات لما تيجي تعمل البروثرومبين كونسنتريشن واي ان ار تلاقيه عالي جدا، تلاقي مثلا البروثرومبين 50%. فانت بتقول للعيان روح زود البروثرومبين، يعني خد حاجات كواجيلانت واعمل بلازما ومعرفش مين، عشان عمل كل دوت وما تحسنش خلاص فضل زي ما هو 50%، تقول له امضي بقى ان انا قلت لك هيحصل نزيف. ده ساعتها كونسنت مهم جدا انك انت مش قادر ترفع البروثرومبين والعيان ما عندوش بديل للبايوبسي، يعني ما ينفعش يعمل سيرجري، وبالتالي بتقول له بقى امضي لي ان انا قلت لك هيحصل نزيف وكده، جايز ما يحصلش وجايز يحصل. ايام زمان كان في بايوبسي اندر فلوروسكوبي، دوت يعتبر جريمه مش مثلا جريمه، انك انت تفتح السكرين وتلاقي بتاع كده اهوت ودخل الابره فيها طلعت انيوريزم، من العيان مات على طول على الترابيزه، مش عارف جه من فين النزيف والبتاع، ما فيش حاجه اسمها كده. لكن في بايوبسي بالسي تي، في بايوبسي بالسونار، في بايوبسي بالام ار، بس الابر مخصوص، ابر مخصوصه ملهاش دعوه بالماجنت والكلام ده كله. لكن اشهر حاجتين على طول هما السي تي والالتراساوند. في اوروبا والدول المتقدمه وبعض الدول المتاخره في حاجه اسمها فلوروسكوبي سي تي.
اللي هو انت فاتح السكرين زي الفلوروسكوبي العادي او زي الالترا ساوند، وشايف انت بتدخل الابره فين بالستين. طبعا ده is a very big advantage، غير انك انت تخط خط وبعدين تقيس مسافه وبعدين تحط ابره وبعدين تاخد صوره وبعدين ترجع تلاقي الابره مش في مكانها وبعدين تحط يعني كده. لكن انت على طول تفتح السكرين وتروح نزل الابره على الليجن واخد البيبسي ومروح خلصت، انتهت الحكايه على كده. فالفلوروسكوبي سي تي موجود في حتت كتيره، موجود في الدول العربيه مش موجود عندنا، لكن وان اوف ذا بيج تولز اللي بتساعدك انك انت تعمل البيوبسي. دي الابره المشهوره جدا، احسن واحده تقريبا بناخد بيها البيوبسي، اللي هي عامله زي المقص كده، لما تشد الكعب الازرق بتاعها ده في سوسته هنا بتمسك بتخلي الابره واقفه، بنسميها متعمره يعني، بحيث ان هما ابرتين جوه بعض، واحده فيها حفره والتانيه هو الغلاف الخارجي. فلما تشد الابره كده تتعمل تبقى الحفره ديت جاهزه عشان لما تدخلها وبعدين تتك على الكوبس تروح واخده حته من الليجن وخارجه بيه. لان كل ما تكون الابره تخينه كل ما البيوبسي تبقى محترمه، كل ما الابره تكون رفيعه البيوبسي تبقى رفيعه. بس انت ما تقدرش تستخدم الابر التخينه في الشيست، والا على طول هتجيب للعين مليون في الميه نوموسوركس. فانت بتستخدم الحاجات على الاقل يعني بقدر الامكان. دي الابره واحنا بندخلها كده في السكين وبعدين وصلنا لحد الليج، بعدين تزق الابره الجوانيه فتطلع الحفره دي، الحفره دي اللي بتقطع البيوبس. وبعدين خدت صوره ولقيت الابره والحفره موجودين جوه الليج، تروح بقى جاي متك على الـ على الـ على الابره، تروح الابره الجوانيه واخده حته من البيوبسي وداخله جوه الابره الخارجيه، تروح خارج بالاثنين بره وبعدين تفضي البيوبسي اللي انت خدتها في الايه في الفورمالين. دي الحفره بتاعه الابره هي موجوده within the region، وده برضو نفس الحكايه. طبعا ما هياش جريمه ولا حاجه ان يكون في لانج ما بينك وما بين الليجن، لكن كل ما يكون اقل ما يمكن يبقى افضل. يعني ما تنفعش تيجي للعيان دوت من ورا ولا تجي له من الجنب، لكن اقصر طريقه بالنسبه له هو اللي من قدام. في بعض الاحيان بتضطر انك انت تدخل اوبليك علشان الفيرتيكال كورس في ريب قصادك وفي سكابيولا وفي معرفش مين، فلما تعمل اوبليك بتعرض نفسك لحاجات كتير، انك انت غالبا مش هتعرف تحط الابره في المكان الصحيح غالبا. لكن لما يكون ليجن كبير زي دوت كده بيبقى الموضوع سهل يعني ان شاء الله. وانت بتدخل الابره في احتمال كبير جدا انك انت ما تكونش قايس صح. يعني ايه قايس صح؟ يعني انت حسبت المسافه من اول السكين لحد الليجن لقيتها 7 سنتي خلاص كده، والابره عليها درجات كل درجه بسنتي، رحت انت زقيت الابره 7 سنتي مثلا، اتهيأ لك ان هي 7 سنتي، لكن اللي حصل انك انت دخلتها اكتر من الطبيعي. لو حصل كده وكان اللي بعد الابره هو الاورطه يبقى ايه؟ يبقى انت بايوبسي اوف ذا اورطه، يعني العيان امان. فدي نقطه مهمه جدا، انك انت لما تيجي تدخل الابره مفيش مانع ابدا تدخل 4 سنتي وتاخد صوره وتشوف انت قربت ولا لسه، وبعدين كمان سنتي وتاخد صوره وهكذا طالما قصادك ميجور فيسل. لكن انت ريت وبعدين خدت صوره لقيت الابره في وسط الاورطه، يا نهار اسود طبعا دي حاجه مش لطيفه ابدا. فبيقول لك كل لما يكون انت مثلا كده ليه الابره دي مميله كده شويه؟ عشان لو زودت ما تخبطش في الاورطه. يعني لو دخلت منك اكتر من الطبيعي تبقى لسه انت في الامان، دخلت في اللانج عن انك انت تنزل فيرتيكال كده، فاول ما تزيد سنتي ولا حاجه تدخل جوه الاورطه شخصيا. طبعا اللاترال اسبكت كويس، عيبه الوحيد الاوبليكتي. يعني لو انت تقدر تدخل هورزونتال يبقى ممتاز، لو ما تقدرش بسبب السكابيلا او البتاع بيبقى صعب. دوت البوستيرير ابروتش او لاترال ابروتش، بس الواحد نايم على جنبه ساعات بنعمل كده. لو انت نيمت العيان دوت على ظهره الليجن بيكون قريب قوي من الترابيزه، لو انت نيمته على وشه بتلاقي في مسافه كبيره ما بينه وما بين الشيست وول.
فبتحطه على جنبه كده اهوت، بحيث انك انت تبقى برضو في حتة آمنة شوية. دوت ليجن موجود في اللنج، وفي مسافة ما بينك وما بين الشيست وول، اكيد اول ما تشيل الإبرة هيطلع نوموسوركس. النوموسوركس 30%، كل تالت عيان بيجي له نوموسوركس. والنوموسوركس زي ما قلت لك انا قبل كده، اللي هو السفيف دوت بيروح لوحده، اما التاني اللي هو رابيدلي اكيوميليتنج والعيان ديستريسد وبيفطس على الترابيزه والبنج عمال يروح ويجي والكلام ده كله، دوت تنشن نوموسوركس. الانسيدنس بتاع النوموسوركس الخطير 6% الخطير، لكن اللي هو كل يوم بتشوفه 30%. اللي بيزود الانسيدنس اوف نوموسوركس الحاجات دي، السن الكبير عشان الانفيزيما سي او بي دي او الانفيزيما نفسها، او يكون العيان بيكح. ما تاخدش من البيوبسي من اي عيان ما بيعرفش يبطل كح، ما بي انا وهو بيكح بيكح انت بنكته فسكتت الكح، اول ما فاق من البنج الجحة 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 الجحة، لازم هيجيب نوموسوركس. كمان ليجن في اخر الدنيا، يعني بص الليجن دوت اللي هنا عند الكارينا، خلي بالك دوت من اكتر الحاجات اللي احنا بناخد منها بايوبسي، الليمف نودز اللي في الميدياستاينم، وديت احسن واحده وامن واحده فيهم اللي هي تحت الكارينا على طول. بس انت عاوز تجيله من هنا بقى لحد هنا، فهتمشي مسافه جامده جدا في اللنج، فهتجيب نوموسوركس 1000000%. خلاص بعد كده الليجن صغير، دخلت الابره جت جنبه في الشمال، دخلتها مره تانية جت في اليمين، دخلتها مش عارف ايه، مش عارف تصيد الليجن. كل المحاولات ما تكتر كل لما الانسيدنس بتاع النوموسوركس يزيد، اللي هي مالتيبل ترايلز. وبعدين ابره تخينه، الابره طالما هتفوت في اللنج، هتفوت في اللنج يعني السليمه، يبقى ما تزودش عن 18 جوش. لكن لو انت مفيش لنج ما بينك وما بين الليجن، خد الابره اللي تعجبك، ده مش هتفوت في لنج خالص، ما يجراش حاجه تاخد 14 16 كله كويس. لكن لو هتفوت في اللنج ما تاخدش اكتر من 18، علشان الانسيدنس بتاع النوموسوركس والبليدنج ما يبقاش زياده. فمثلا في ماس هنا في الميدياستاينم، وقدامها السوبيريور فيناكيفا، ووراها واحد من الازيجوس او كده، فانت ما تعرفش تيجي من ورا ولا من قدام، فهتضطر تخش بين الجنب. من الجنب يعني في مسافة كبيرة هتمشي فيها في اللنج، هتمشي في اللنج يعني حاجتين، نوموسوركس وهيموريج. فانت لما تشيل الابرة او انت حاطط الابرة ولقيت بطشة كده ظهرت ما كانتش موجودة قبل كده، تعرف ان ده نزيف خلاص، يبقى ده. فتقول للعيان بقى خلي بالك لمدة يومين كل ما تكح هتنزل نقطتين دم، اللي هما من الحاجات ده هي. طيب موضوع ان التيومر كان نايم في حاله وبعدين انت نبهته فانتشر في جميع انحاء الجسم، اتس ذا فيري فيري رير، يعني 12 في الالف ولا اكتر من 10، يعني حاجه لو هي انسيدنس عالي ما تعملش بايوبسيس خالص، لانك معنى كده انك انت في تيومر ستيج 1 انت خليته ستيج 4 مشي في كل ده. المورتاليتي ريت من البيوبسي 2 في الـ1000، والسبب في المورتاليتي التنشن نوموسوركس اخطر واحد فيهم، انك انت دخلت الابره في انفيزيبيتاس بولا مش راضيه تبطل، والعيان بيفطس على الترابيزه وانت مش عارف بتعمل ايه. زي ما انا قلت لك باي ابره حواليك تروح حاططها في جنب العيان. ميجر هيموريج يعني خدت بيوبسي من الاورطه او البلمونري ارتري، هيحصل نزيف لا يمكن السيطره عليه، هيموت منه. كاردياك تامبونات نفس الحكايه، نزيف وزين ذا بريكارديوم بتاع اير امبوليزم، طبعا ما يعني ما فيهاش احتمال قوي، لكن واحده من البوسيبيلتي. الميدياستاينال ليجنز مشكله، ان احنا في الميدياستاينم عندنا ميجور فيسلز، ومهم جدا انك تحقن صبغه عشان تشوف الماس وتشوف الفيسلز فين، وتنقي حته بعيده شويه عن الفيسلز علشان تقدر انك انت تدخل الابره فيه. فمثلا في هناوت لينف نودز على الارش اوف ذا اورت، وده الارش وده السوبيريور فينيكيف، ودولت لينف نودز تانيين. فانت لما تيجي تاخد بايوبسي من الحته يستحسن طبعا انك تحقن صبغه عشان تبقى شايف الاورطه كويس،
وبعدين ما تنزلش الابره فيرتيكال عشان لما تطول منك ما تخشش جوه الاورطه، تنزلها اوبليك كده عشان لما تطول منك تاخد الليمف نود اللي بعدها او اللي بعدها. في بعض الاحيان بتلاقي الاسترنم واقف في سكتك، فانت عندك طريقه من اتنين، يا اما تطلع في السوبرا استرنال نوتش وتعوج الابره لتحت، يا اما تخرم الاسترنم بابره تخينه اللي هي بتاعه البوم بايوبسي وتخش من الابره التخينه، وديت عمليه مش سهله شويه. الاسهل من كده انك تيجي من فوق السوبرا استرنال نوتش. بعض الناس بتقول لو انت مثلا في ليجن هنا في الحته ديت كده وانت عاوز تدخل الابره علشان تاخد بايوبسي، تدخل الابره تحف بيها في الفرتبرا، يعني تبقى ماشي جنب الفرتبرا على طول عشان تبقى ضامن ان انت بره اللنج. بعض الناس بيقول لك تدخل الابره وتحقن سلاين جوه البلوره، تحقن سلاين جوه البلوره عشان تعمل ايه؟ عشان تخلي اللنج تبعد شويه وبعدين تدخل الابره انت في السلاين اللي انت حقنته وتاخد البايوبسي. عقبال ما تعمل الشغلانه ديت بيكون السلاين راح، يعني بعد لما تحقن السلاين وتعمل شويه افيوجن، عقبال ما يعني دلوقتي اللي موجودين مش قادر اقول لك، يعني المفروض الناس اللي بتساعدك تكون يعني نبيها حبتين بس. لا يعني في مثلا مره خدت البايوبسي والحكيمه حدفتها في الزباله عادي جدا. فمن ده بقى كتير، فانت عملت الافيوجن وهات يا بنت هات يا عم يا حوش حوش خلاص ما عليه. المهم فده one of the techniques انت تعرفها، بعض الناس بتعملها انا ما اعرفش اعملها، ده اللي هي انك تحقن شويه ميه سلاين يعني جوه البلورال كافيتي عن طريق لمبر بنكتشر نيدل، بحيث انها بتخش بابره البايوبسي تمشي في الميه اللي انت حقنتها وتاخد الايه وتاخد البايوبسي زي كده. بقول لك دوت اشهر مكان على فكره في الناس بتوع السركويد والليمفوما وكده، امن حته هي السبكارين، تنيم العيان على بطنه وتيجي للكوره ديت. الاورطه انت بعيد عنه، انت جاي من ناحيه اليمين مالكش دعوه من ناحيه الشمال طبعا، فتحف جوه السباين لحد لما توصل ديت، امن واحده في الميدياستاينال ليمف نود. ساعات ما تعرفش تعمل كده بقى لان في اوستيوفايتس مضايقاك في السكه، لان في ريبو كوستال كارتريج ما اعرفش مين، بتقعد تفرك وتحرك لحد لما توصل الى حل. بالنسبه للفلويدز وي دونت درين الفري فلويدز، يعني واحد عنده افيوجن مش انسيستد مالناش دعوه بيه، ده بتاع الكارديوثوراسيك سيرجري يعملوا له انتر كوستال تيوب. طيب واحد وده بيحصل بقى كتير، كبير جدا في السن وكاردياك ودايابيتك ومش عارف مين ومش هيستحمل الانتركوستال تيوب والبلورال افيوجن كابس على نفسه وانت عاوز تفضي الشغلانه ديت، تعمل ايه؟ ممكن تفضيها بس بطريقه معينه اللي هي انك انت عارف انت المحبس ثلاثي الاتجاهات دوت وإبرة عادية جدا أو إبرة من بتاعت اللي هي البزل، تروح حاططها ومركب عليها المحبس وبعدين تركب السرنجة على المحبس ده وتفتح المحبس تشفط المية، قبل ما تشيل السرنجة تقفل المحبس عشان ما فيش هوا يخش، تفضل تعمل الشغلانة ديت لحد لما تفضي كمية معقولة والعيان نفسه يستريح. العلامة الوحيدة اللي تقول لك بطل ان المريض يكح، لما يكح معناها ان في rapid expansion of the lung وده هو هيقلب الدنيا، يجي المية جوه الرئة ساعتها، دلوقتي هيبقى في alveolar edema. فاول ما يكح تبطل على كده، مش انت بقى فرحان مية طالعة مية طالعة مية طالعة لحد لما فطست العيان على الترابيزة. طيب عشان كده دول مهم قوي يكونوا مش متبنجين، يعني يكون صاحي معاك على الترابيزه. اما دوت ما عندكش مشكله، ايه مشكلتك الوحيده؟ ان يكون فات عليه ست اسابيع تهرب من الموضوع، دي مش شغلانتنا، دي بتاعت الايه بتاعت ال عندنا ابره كويسه جدا دلوقتي موجوده في السوق اللي هي تشبه الكانيولا بس على كبير على طويل. الابره ديت عباره عن ثلاث حاجات جوه بعض، قسطره بيج تيل
وبعدين كور حديد وبعدين كور ارفع منه حديد تاني. لو انت زقيت التلاتة دول جوه بعض تتفرد، الكويل بتاعها يتفرد، تبقى هي خط واحد كده. تروح انت مدخلها هنا هوت، خلاص تشيل الكور اللي هو اللي جوه خالص، تفضل الابرة مفرودة، خلاص تاخد تسحب عشان تتأكد انك انت جوه، وتاخد عينة عشان المعمل، وتعمل ما عرفتش الكلام ده كله، خلاص طمنت ان انت جوه، تسحب الكور التاني. اول ما تسحب الكور التاني خلاص هتلف على نفسها، هتبقى بيك تيل. لو خرجتها ارميها في الزبالة، مش هتعرف تستخدمها تاني. يعني قبل ما تخرج الكور التاني تكون ظبطت مكان الابرة صح، عشان لو خرجت مش هتعرف تستخدمها تاني، تكون خسرت تمنها، والحاجات دي دلوقتي بقت بشيء الفلان. يبقى اذا انا مدخل التلاتة جوه بعض، افرد بتاع الابرة، بعدين ازق الابرة جوه الكوليكشن، وبعدين اسحب الكور اللي جوه، واخد عينة وعينة للمعمل والكلام ده كله، وبعدين اسحب الكور التاني واسيب البيكتيل جوه. طيب يبقى ده واضح طبعا ان هو امبويم، عشان ليه طول وعرضه، عشان اللنج اللي حواليه كومبريسد والكلام ده كله، فانت ما عندكش خوف من الحكاية دي. من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها برضو موضوع الفانجل بول. الفانجس بيطلع في كافيتي كرونيك لانج كافيتي، واكتر حاجة بتموت العيان الهيموبتسيس، لان الفانجس دوت متحرك، يعني كرة متحركة، والجدار الداخلي بتاع الخراج هايبريميك، فكل لما تتحرك تلطش في فيسل ويكح دم، لو كان الفيسل كبير هيموت من الهيموبتسيس. فاحنا بنعمل ايه؟ عاوزين نموت الفانجس، فنروح مدخلين إبرة ونحقن انتي فانجل تريتمنت جوه الايه الكافيتي. طبعا الفانجس مش هيموت من اول حقنه، هيبقى محتاج حقن كتيره وكده عبال ما يموت. ففي كذا طريقه، انك انت تركب قسطره وتسيبها جوه الكافيتي، وكل مثلا 12 ساعه تحقن انتي فانجل تريتمنت، او تحط الدواء على ليبيدول، علشان اللي بيدول يمنع الابزوربشن السريع، فالدواء يستنى شويه لحد لما يقتل الفانجس. فبعد لما تموت الفانجس الكافيتي بيبقى فاضي، يبقى انت كده خلاص عملت شغلانه محترمه جدا. ديت واحده من بتوع الاشعه. الحاجه التالت اللي بعد كده اللي هي الفاسكولار انترفينشن، والفاسكولار هو حاجتين، يا اما تسلك يا اما تسد، يا اما تسلك يا اما تسد. اللي احنا بنعمله كل شوية انك تسد، فانت عندك مثلا انيوريزم تقفله، عندك ارتيري فينوس مال فورميشن تقفلها. اما تسلك غالبا هم دول الجماعة بتوع الكارديو ثراسيك او الجماعة بتوع التشيست، لما تدخل بقسطرة هنا وتشفط الامبولس اللي موجودة في البلمونري ارتري. في افلام كتيرة جدا على الانترنت بس طويلة، كلها طويلة، بيوري لك ازاي اتعملت الحكايه، ووري لك قبل ايه كان ماسيف امبوليزم وساد الثرومبس وبتاع، وبعد كده كومبليتلي كلير. لكن اللي بيتعمل هنا مشهور قوي هو الاي في ام، وساعات الانيوريزم، وساعات فيسل بينزف نتيجه التروما، وساعات فاسكولار تيومر قبل ما تشيله تعمل له امبوليزيشن. لكن المشهور بالنسبه لنا قوي قوي في الاشعه هو ان يكون في ارتيرو فينوس مال فورميشن، فانت بتعمل لها امبوليزيشن لو كانت صغيرة بالكويلز، ولو كانت كبيرة بالبالون. في انك اوكلوجن بالكويل، وفي اوكلوجن بالبالون. ده هو واحدة من الحاجات اللي انا وريتها لك في البرونكوجينيك. البرونكوجينيك كارسينوما لما تكون لازقة في البلمونري ارتري بتضعف الوول بتاعه ويعمل سودو انيوريزم، والسودو انيوريزم يهدد حياة المريض بالخطر، لانه ممكن ينفجر في اي لحظة ويموته. فلما يكون في برونكوجينيك كارسينوما وفي سودو انيوريزم، ذا بيست واي فور مانجمنت انك انت تقفله بالكويلز. وهذا الكلام ينطبق برضو على بعض انواع البهست، مثلا بيعمل بالمونري انيوريزم ولان كانسر والتي بي، ممكن نفس الحكايه. فهذا الانيوريزم هو متشاف بالانجيوغرافي، وبعدين بتدخل انت بقى بالقسطره وتعبيه، تحط كويلز 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 لحد لما يقفل. دوت اسمه
اونكوتيك انيوريزم، يعني انيوريزم سودو انيوريزم سكندري تو كانسر. اما دولت اللي هم البلمونري ارتيريو فينوس مال فورميشن، فاحنا بنعمل لها امبولايزيشن يا اما بالكويل في الارتري طبعا بالسبلاينج الاي في ام، يا اما بالبالون. وقلت لك انا الديزيز دوت اللي هو اسمه هيريديتري هيموراجيك تلانجكتاسيا اللي بيكون فيه مالتيبل بلمونري ارتيريو فينوس مال فورميشن. ولو انت اتعرض عليك فيلم هيجي في الامتحان، انا بقول لك اهو هيجي في الامتحان، لازم تكتب هيموراجيك هيموراجيك تلانجكتيزم، ما تقوليش مالتيبل بلمونري ارتيري فينوس مال فورميشن. خلاص انا قلت لك اهو، ادي سؤال من العشرين. one of the complications بتاعت ال AVM اللي في اللونج برين ابسس. جه من فين البرين ابسس دوت؟ اللي هو بارادوكسيكال امبولا. انت عارف ان البلمونري سيركيليشن مش متوصله على السيستميك، يعني البلمونري سيركيليشن بتلف وبعدين ايه وبعدين ترجع للهارت، لكن لما يكون في دايركت كونكشن ما بين الارتري والفين في اللونج بتطلع البتاع من الارتري على الفين على الليفت اتريوم على البرين على طول مع بعد الليفت فنتركل يعني. فون اوف ذا كومبليكيشنز از برين ابسس، ودوت عيان عنده هيريديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا وجاله خراج، وادي الارتيريو فينوس مال فورميشن بالقسطره، ده الفيدنج ارتري ودي الاي في ام وده الدريننج فين، بما ان هي صغيره بتحط فيها ستيل كويل. اند ذس از انذر اكزامبل، ارتيريو فينوس مال فورميشن ده الفيدنج ارتري وده الدريننج فين، وبما ان هي صغيره بتحط فيها ستيل كويل. لما يكون في اتنين زي دولت كده، واحده صغيره واحده كبيره، بتقفل الصغيره بالكويل وتقفل الكبيره بالبالون. لما يكون كبشه زي دولت كده تقول هيرديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا، دول كلهم ما بيتعملوش في مره واحده، يعني تقفل اتنين او ثلاثه وبعدين تجيب العين مره ثانيه وتقفل اتنين ثلاثه وهكذا، بحيث انك انت العيان كله يبقى سلك بعد كده بدل الايه بدل الشويه اللي انت شايفها. ايه علامه انك انت عملت امبولايزيشن كويس؟ نمره واحد ابسنس اوف اني فلو بعد ست شهور من الامبولايزيشن، يعني عملت وبعدين عمل طلع ما فيش حاجه يبقى كويس. ستيبل ارتيريال بلاد اوكسجين ليفل فور 1 يير، الاكس راي والام دي اللي هو المالتي ديتكتور يعني ما طلعش ان في ليجن تاني في نفس المكان اللي انت عملت له الامبوليزيشن. بس كده الموضوع سهل وما فيهوش اي